الجلاس نودلز بننقعها في ميه، الرايس نودلز والاج نودلز بنسلقهم في الميه السخنه زي المكرونه. بقيه المقادير: جمبري متقشر ومتنضف طبعا، زيت ممكن يكون زيت سمسم او زيت ذره، ثوم مفروم، بصل مفروم، كرنب احمر مبشور، جزر مبشور، نودلز البيض مسلوقه، مرقه او ميه سخنه، صويا صوص، صوص السمك، في ناس كتير في مصر ما بتحبوش، ممكن تستبدلوه بوسترشاير صوص او تزودوا كميه الصويا، عصير ليمون، وحلقات من البصل الاخضر. هنعمل ايه؟ انا سخنت الوك كويس قوي قوي، هاخد عليها الزيت ولا حاجه من دول، هاخد عليها الزيت، هنزل على الزيت الجمبري، بصل، ثوم، نار عالية، يفضل طبعا ان كل حاجة تكون في درجة حرارة الغرفة عشان الووك ما ينزلش الحرارة بتاعتها مرة واحدة. اكلير معاكم على الشاشة، صويا صوص، صوص السمك اذا هتستخدموه، عصير ليمون، تقليبة، سيبه ياخد ويدي مع نفسه. اجي هنا احط على النودلز المسلوقة شوية من الكرنب، شوية من الجزر، شوية من البصل الأخضر، أقلب تاني، وبعدين أقوم جايبة ده كله على النودلز، اشوف اذا كنت هحتاج ميه او شوربه او لا، لان دول حسب الرغبه، يعني زيهم زي اي سائل في اي وصفه، ممكن احتاجهم وممكن ايه ما احتاجهمش. فوقيها الخضار والجمبري، انا ما رضيتش احط الخضار على النار، مش عايزاه يطرى، وكمان مش عايزه الكرنب ينزل لي اللون بتاعه ويبقى طاغي على بقيه المكونات، فعشان كده انا ما حطيتوش على النار، ما استخدمتش المرقه ولا الميه، لاني شايفه ان القوام مظبوط. شويه بصل اخضر على الوش، ننضف طبقنا.